أهلا بكم من جديد السيدات والسادة، وصلنا مع حضراتكم إلى هذه الفقرة الحوارية الرئيسة في شارع الجنوب في ليلة الخميس. لا صوت يعلو فوق صوت التغيرات المناخية، ولا صوت يعلو فوق قمة المناخ، وبالتالي هو يعني حديث الساعة، وأنا في تقديري الشخصي ليس حديثا موسميا، لكنه سيمتد أنه يكون يعني تفصيلة مهمة من حياتنا اليومية، لأن الموضوع جد وخطير، وبالتالي علينا جميعا أن نتكاتف من خلال طبعا علمائنا الكبار في هذا المجال، ونحن كمواطنين أيضا لنا دور في المحافظة على البيئة. بيسعدني أن ألتقي بالدكتور محمد سعد، مدير محمية وادي العلاقة الطبيعية بأسوان بجهاز شؤون البيئة. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. أهلا، صباحك أستاذ كريم. دكتور، يعني طبعا يعني هذه القمة المهمة، قمة المناخ والتغيرات المناخية، لكن بما أنك يعني متخصص، يعني خلينا نشرح حتى لمشاهدينا بشكل مبسط بعيدا عن المسألة العلمية شوية التخصصية، عن يعني ما هي التغيرات المناخية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هو التغيرات المناخية تعريفها التعريف الكلاسيكي هو اختلال في المقاييس والمؤشرات البيئية متمثلة بالأساس في زيادة درجات الحرارة وتذبذب معدلات هطول الأمطار وما يصاحبها أيضا من معاملات مناخية أخرى متعلقة بزيادة الرطوبة النسبية في بعض المناطق، في تذبذب مستوى البحار اللي هو منعكس نتيجة ذوبان الجليد في القطبين. فبالتالي هو الموضوع الشائك، وبيكون بالأساس المسبب له الأنشطة البشرية الاقتصادية. فلنا نعلم أنه حسب إحصائيات مركز ستاتستيكا أن في الدول الرئيسة بالأخص هي الصين والولايات المتحدة والهند ينتجوا حوالي 60 إلى 70% من إجمالي الانبعاثات الغازات الدفيئة المؤثرة على العالم. يعني الصين تنتج حوالي ما يقارب 28% من إجمالي الغازات الدفيئة، وتليها الولايات المتحدة هي ثاني إسهاما في مسألة التغيرات في مسألة الغازات الدفيئة وإنتاجها حوالي 16%، ثم الهند والقلاع الصناعية اللي موجودة، ثم تليها بقية الدول ده فيها العربية بقى اللي هو والأفريقية. ثاني أكسيد الكربون والميثان بالأساس نعم فندم، هي بالأساس ثاني أول وثاني أكسيد الكربون، يليها غاز الميثان سي اتش 4، ثم أكسيد النيتروز، وبعد كده المركبات الأقل زي مثلا بايرو فلورو كربون و6 فلورو كربون، ثلاثي فلورو الكربون، هم دول أهم الغازات الدفيئة اللي بتسبب مشكلة أو قضية التغيرات المناخية. نعم. طيب، يعني قد يتساءل المشاهد الكريم عن يعني دور المحميات الطبيعية في المحافظة على يعني على البيئة بشكل عام. هل للمحميات الطبيعية دور في حماية البيئة؟ سؤال عظيم جدا. هو في البداية طبعا تعريف المحمية الطبيعية هي بالأساس هي مسطح جغرافي من اليابسة أو من الماء يحتوي على كائنات فريدة، سواء إذا كانت بيولوجية، سواء إذا كانت أجناس نباتية أو حيوانية، أو حتى تركيب جيولوجية وتركيب سطحية يستلزم رعايتها وعنايتها حفاظا عليها للأجيال القادمة، وحفاظا على الأصول الوراثية للنبات. فهنا هي نقطة الهايلايت أو الانطلاق بالأساس، وجود الأجناس النباتية الأصول الوراثية للنبات في حالة إنها نباتية، في النباتية أو حتى بعض الأجناس الحيوانية، ويصدر بشأنها تشريعات خاصة لحمايتها صون لها من اي عبث او من اي انشطه بشريه. فبالتالي هي بيسموها البايلوت بروجكت او الانظمه الرائده لحمايه الاصل الطبيعه قبل التدخل البشري. هي عندها يعني 30 يعني محمية. كيف تحمي الطبيعه؟ هي بالاساس ولا هي يعني بايلوت كنموذج ايوه بالظبط لم يتدخل فيه الانسان فاصبحت يعني محافظه على وضعيتها؟ بالضبط، هو تحديدا هو النموذج الذي لا يمثل انتاكت او لا التدخل البشري تفاعل لم يمسه، فبالتالي يمكن ان هو النموذج رائد لتقويم او اعاده الاصحاح البيئي لبعض المناطق التي تضررت من فعل الانشطه البشريه. نعم، حفاظا على الاجيال القادمه كموروث ثقافي. طيب، يعني بوصفك متخصصا دكتور محمد، كيف تابعت قمة المناخ التي يعني بالفعل كانت حديث العالم أجمع؟ سؤال عظيم جدا. هو في البداية طبعا في نقاط محددة، يعني تأتي قمة المناخ في إطار سعي القيادة السياسية الحكيمة على إبراز دور مصر أن هي تكون دولة رائدة
ودولة متفاعلة، على الرغم أن هي أقل من الأقل تأثيرا هي المنطقة العربية في إنتاج الغازات الدافئة والعوامل المسببة للتغيرات المناخية، ولكن حرص مصر من القمة السابقة كانت في جلاسكو في اسكتلندا COP26، وتقدمت مصر، هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تقدمت من أجل تنظيم فعالية COP27، وطبعا هو قمة التنفيذ وكان هو طبعا نيابة عن القارة الأفريقية. ومصر حاليا هي يعني تفسير على قدمين متوازيين، هي الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب، والرئيس التنفيذي أيضا لمجلس وزراء البيئة الأفارقة. يعني الدكتورة معالي الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد هي يعني مصر في محفلين دوليين. نعم. فبالتالي تشغل مقعد الرئاسة في الجامعة العربية وفي الاتحاد الأفريقي. نعم، في الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي لوزراء البيئة العرب. نعم. والأفارقة. فبالتالي يعطي زخم. احنا لو تتبعنا المسيرة بتاعة القيادة السياسية فهنلاقي مثلا في أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 كان في الأمم المتحدة، كان أول خطاب له كان الهايلايت أو الموضوع الرئيسي له هو موضوع قضية التغيرات المناخية، وهو ده اللي شجع وادى الزخم لمصر وان هي تتصدر لتنظيم هذا المؤتمر، هذه الفعالية في هذا العام في ديسمبر 2022. فبالتالي دور مصر هو بالاخص في العشر سنوات الاخيرين هو دور بارز ومحوري ويظهر فيه، يعني هو يعني يستحق الاشاده زي حتى فضلت في التغطيه من شويه، ان هو مش دور وزاره البيئه فقط، لا هنلاقي ان هو في وزاره طبعًا الخارجيه، وزاره التعاون الدولي، دولة. نعم. لا دوله، وده يعني نسق دولاب عمل الحكومي كله تضافر وليس وزارة البيئة فقط، يعني طبعًا دور زي ستيك هولدرز أو تناغم ما بين كل وزارة كل القطاعات الحكومية في هذه يعني الحكومية. المسؤول الأول عن هذه الجلسات هو السيد سامح شكري وزير الخارجية. مظبوط، صحيح. يعني ومعنا طبعا ابن مصر يعني عالم جليل دكتور محمود محي الدين كرائد المناخ، يعني بيمثل الأمم المتحدة. لكن عايز اتكلم عن المردود من هذه القمة. يعني احنا عادت على مصر عدة مكاسب. نعم. يعني ربما المكاسب الاقتصادية قد تكون في المؤخرة. أيوة. لكن هناك مكاسب اكبر من ذلك. آه. يعني منها لوجستية وتنظيمية. نعم. وسياحية وسياسية. عزيز. يعني عندما يخاطب رئيس الجمهورية قادة العالم اجمع في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، وهذا الخطاب له دلالته على الجميع ان يتوحد من أجل إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية. طبعاً. برضو تأكيد على دور مصر أو النهج القيادة السياسية المصرية في أن هي يعني تكون دولة فاعلة على مستوى العالم. بالنسبة للأثار أو الحاجات النتائج الاقتصادية، يعني يكفي نقول لحضرتك أن من ثاني يوم من انعقاد مؤتمر المناخ بين الحكومة المصرية ومع اللي هو صاحب السلطان الملكي ولي عهد السعوديه محمد بن سلمان على انشاء ثاني اكبر محطه رياح في العالم في المنطقه ما بين الزعفرانه وراس غارب باستثمارات حوالي 14 مليار دولار. يعني حتى ده رد على بعض الانتقادات اللي هو يعني القياده المصريه تجشمت عناء مثلا توفير الدعم المالي، لكن في المقابل في مردود اقتصادي عظيم جدا. يعني مثلا هو منطقه اكبر ثاني اكبر محطه لتوليد طاقه الرياح في منطقه الزعفرانه وراس غارب. في برضه من ضمن الاشياء برضه مبادره الوقود الاخضر لسه هنتكلم عنها ان شاء الله، في من ضمن المردودات الاقتصاديه التوسع في فكره انشاء الطاقه النظيفه، وبالاخص هنا موجود في الطاقه الشمسيه في بمبان والاكستنشن او التوسع لها في منطقه فارس. فكل الامور دي اعطت زخم لمصر، واعطت يعني يكفي ان مصر تنوب عن القاره الافريقيه في جلب ما يقارب 24 مليار دولار تعهدت بها الدول الصناعيه الكبرى اللي هي مسببه لمشكله الغازات الدافئه بتقديمها للقاره الافريقيه باعتبارها هي وقاره افريقيا، وبالاخص مثلا زي دول بنجلاديش، لكن نتكلم بالاساس على القاره الافريقيه. ان مصر تصدرت العالم في توفير دعم لمدار الثلاث اربع سنوات القادمه في تخفيف اثر وحده التغيرات المناخيه، بما يعني استثمارات حوالي 24 مليار دولار لعدد ميتيجيشن ميجرز او اللي هي اجراءات التكيف مع التغيرات المناخيه. طبعا. طيب خلينا نتكلم برضو عن حزمه من المبادرات المختلفه، منها كانت النقل المستدام. عزيز. يعني اللي كان ذكره السيد وزير النقل. أيوة. وتجربه يعني صحيح بايلوت لكن بدأت تنفذ فعليا في مدينة شرم الشيخ، دي كانت البداية. المساحات الخضراء الجميلة كمدينة خضراء وزكية. يعني النهاردة اكتسبنا عددا من المواصفات المهمة التي يجب أن يعني نسير على خطاها وهداها الفترة اللي جاية. عظيم.
يعني استكمالا للتغطيه الكريمه اللي حتى فضلت بيها من شويه، يعني النهارده في افتتاح اول ميناء جاف في مدينه 6 اكتوبر وهو ميناء صديق للبيئه. يكفي برضو ان اقول لحضرتك ان هو اول رحله طيران دوليه لشرم الشيخ طبقت المنظومه بتاعه استخدام الوقود الاخضر. نعم. يعني خليط من الجاتروبا والجوجوبا مع الديزل العادي في اول رحله طيران. برضه هنا مبادره يعني انا عايز بس هنا سريعا وقفه. نعم. صغيره عند الجاتروبا يعني. نعم. يعني انا ربما كنت شاهدا على العصر في متابعه هذا السيناريو الخاص بان هذه الزراعات التي تزرع في على مياه الصرف الصحي. أيوة. او المياه المعالجه. نعم. ليكن وعملنا مساحات كبيره من ده، لكن لم تستغل بالشكل المطلوب، وبالتالي اصبح النهارده دورها اساسي في حين ان ابتدينا نتخلى عن ده. عظيم. هو ممكن يكون بوصلة الاهتمام في بعض الأوقات، يعني لا أخفيك سرا في فترة من فترات كان يتغير مع تغير بعض القيادات، لكن التوجه الحالي حاليا التوسع في تلك الزراعات، هي مش جتروفا بس أو جتروفا كوركس وجوجوبا، لا في برضو في زيت الخروع، يعني في شركة وطنية للبترول تعهدت وهي مش لاقية الانتاج اللي يكفيها، شركة وطنية رائدة في مجال تكرير البترول. نعم. يعني بس مش لاقية الإمكانية يعني إن هي توفر لها الوقود اللي هو الأخضر ده بصفة الوقود الحيوي. نعم. بايو ديزل. لكن في الوقت من الأوقات في بعض الدول العربية مثلا الإمارات العربية المتحدة في بعض سيارات بعض خطوط الطيران بالكامل بالوقود الحيوي البايو ديزل، ومصر إن شاء الله في طريقها بعد الزخم من هذا المؤتمر في توجهها لإنتاج المزيد من الوقود البايو ديزل الحيوي. هايل جدا. طيب يعني كيف نتحضر للأخضر؟ يعني دي البيئة دكتورة ياسمين فؤاد يعني منذ أن جلست على مقعد وزارة البيئة. ويعني وخلينا نكون منصفين برضو إن برضو بعض الناس تعمل معها بشكل من الطرف يعني، لكن الموضوع يعني بات حيويا ومهما. عظيم جدا. هو بالاساس المبادره بتاعت معالي الوزيره الدكتوره ياسمين فؤاد يعني تطرقت للحياه للاسلوب النمط اليومي. على سبيل المثال حضرتك غطيت في فتره كان تحول مدينه الغردقه بالكامل لاستخدام استغناء عن الاكياس البلاستيكيه. صحيح. والتحول للاقياس اللي هي الريسايكل ده اللي هي معدل سواء كان قماش او حتى في نوع من الورق اللي هو لا ينتج زحك. عارف عمر التحلل بتاع المنتجات البلاستيكيه حوالي 200 عام لغايه لما حصل لها ديجريديشن او تحول كامل. طبعا تحول كامل. واحنا نسعى لزيرو بلاستيك طبعا. بالضبط. فهي دي من ضمن يعني كامثله للتوجه للاقتصاد الاخضر. في احنا عندنا توجيهات برضو مع الوزيره برضو زياده الوعي بالاخص في النشء اللي طالع، يعني احنا زميلنا في محيط المنطقه الجنوبيه تولوا عمليه النشء اللي طالع في سواء كان مدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بأسوان على أساس أنه هو نفس المبادرة، وبرضو بنعرف النشء الصغير بنبتدي من البداية خالص يعني أنهم ممكن يكون فيهم الأمل للتوعية وياريت نروح نعرفهم يعني الهيدروجين الأخضر. ما هو برضو صحيح. الناس ما هي دي مصطلحات علمية وأنتم صحيح. كمتخصصين يعني يجب أن يتم تفكيكها لنا، لأن في النهاية الناس برضو إحنا يعني بالزبط. الإنسان عدو ما يجهل. بالضبط. يعني هو بالأساس يعني هو فكرة الوقود الأخضر أو الهيدروجين الأخضر هو عملية تحليل كهربائي ببساطة شديدة من الهيدروجين من الماء. يعني هو سبحان الله الهيدروجين عنده طاقة جبارة، يعني ممكن ينتج فيه الشر كإنتاج القنبلة الهيدروجين. يعني كهربائية من الماء زي فكرة الكهرومائية. تحليل كهربائي للماء وناخد جزيء الهيدروجين ده بعد معاملات كيميائية ويتم مزجه مع الوقود الأحفوري كمرحلة أولى، ثم بالكامل يكون وقود بينتج زيرو انبعاثات 0% من الانبعاثات الغازات الدفيئة. هو ده الفكرة المبسطة للوقود الأخضر. فبالأساس هو لسه موضوع يعني مصر هتعتبر برضو مثال رائد له إن شاء الله. وفي البداية وإحنا هنشتغل على ده فعليا. بالضبط. يعني احنا بالأساس هو الهدف بتاعنا عفوا التارجت الأساسي إن احنا تقليل الغازات البعث الحراري. في عندنا برامج في وزارة البيئة مكافحة قش الأرز، وبالتالي انا مش يعني نقول مثلا للمزارع لا انت ما تحرقوش، لا احنا بنعمل اعاده توجيه اللي هو الويست ده او المنتج اللي هو الثانوي في انشطه
مفيده لقشر الرز وصناعه بعض المنتجات الخشبيه. نعم. في برضه القصب او اللي هي الناتج بتاع عصر القصب يستخدم برضه بشكل اخر في انتاج برضه بعض انواع الخشب الحبيبي. فهي دي كل مبادرات البيئه. يعني اذكر برضه سعادتك النسق اللي مضت فيه وزاره البيئه من 2005 موضوع سندات الكربون، حضرتك برضه اشرت ليه في التغطيه ان هو يعني لسه كنت عايز اكلم سيادتك عنه. اه اتفضل اتفضل. هو يعني احنا هيبقى الشهادات اللي من عندنا تصدر. ايوه. ايه فكرته بقى ده؟ هو بالاساس هو اعطاء حوافز انسنتيفز للانشطه الاقتصاديه او اللي هم رواد الاعمال الصناعيين في صناعات زي مثلا على سبيل المثال الاسمده، تكرير البترول، بعض مصانع الحديد والصلب والالومنيوم. ان احنا بنشوف مقدار تقليل المعاد في العملية الصناعية نفسها ازاي ان احنا زي فكرة الايزو وضمان الجودة مظبوط كده. فبالتالي الفكرة بتاعتنا ان احنا وزارة البيئة بما لها من رصيد في على المستوى الدولي، يعني وهي اول وزارة بيئة وشئت يعني في المنطقة العربية، يعني بتاخد نصيب البرنامج الدولي لمكافحة التغيرات المناخية بهدف تغيير يعني منح حوافز للشركاء الصناعيين اللي هم استطاعوا بالفعل تقليل انبعاثاتهم من الغازات الدفيئه. وعندنا في بعض هنا النماذج معروفه، بعض مصانع الاسمده اللي موجوده في مدينه اسوان وزاره البيئه كانت معاها من البدايه خالص لغايه لما جهزت البروفايل بتاعها والفايل بتاعها لغايه لما نجحت في تقليل المنتج او العوادم. هل يا ترى ده بيكون له مردود؟ نعم، لما بيكون لما بيتعرف ان المنتج سواء اذا كان اسمده نيتروجينيه، اذا كان حديد صلب، اذا كان مصانع سيراميك، مواد بناء خلافه قادم او اتي من منطقه نجحت على حصول على سندات كربون كحافز لها ونجاحها في تخفيض الانبعاثات الغازيه بيديها اولويه وفرصه طيبه جدا في الدفع بمنتجاتها والتصدير على مستوى العالم. فلو برضو مردود ان هو يكفي ان كل المنتج ده صادر من مكان نجح ان هو او حصل على سندات من سندات الكربون. كلام هايل. نعم. كلام هايل جدا. كلام هايل جدا. طيب يعني فرصه اعرف من سيادتك دكتور، يعني احنا كمواطنين بقى الناس اجمعين، يعني ايه اللي ممكن تعمله فرصه واحنا يعني بكره ان شاء الله اليوم الختامي لقمه المناخ؟ ده دور الدوله ودور المواطن، ماذا يفعل المواطن؟ هو بالاخص يعني هو المواطن عليه دور كبير برضه، لازم برضه هو زي ما هو منظومه عمل متكامله. نعم. المواطن المصري يعني لما يشوف خلاص ان هو في بيكون مردود طيب عليه وعلى اسرته وعلى البيئه المحيطه به، فبالتالي بيتفاعل بالايجاب يعني حسب يعني كل المؤشرات اللي احنا بنشوفها بنرصدها. لما وليكن لما نيجي نتعامل مع قضيه اعاده تدوير المخلفات، في بعض الاماكن نجح في هذا النمط، فبالتالي لما شاف المواطن ان هو تقليل المخلفات واعاده والفصل مثلا فصل المنتجات اللي هي الويست او القمامه كل على حده، ودي كانت برضه تجربه رائده لوزاره البيئه المصريه، الورق بمفرده ومثلا الزجاج كذا، بس مش متعمم يعني برضه دي لسه يعني بدايات. يعني ده موجوده في الاوتيلات بشكل واضح، لكن يعني هي كبدايه كده مثال يعني على كمثال يعني ليس على سبيل الحصر. برضه المواطن لما يشوف بالاساس ممكن يشوف الدور بتاع الدولة وليكن مثلا لا هو شايفه هو يعمل ايه؟ هو يعني هو ممكن يتفاعل يعني ممكن احنا ده دور كيف يحافظ على البيئة؟ يعني هو ده الدور التوعوي اللي هو بنقوم به زمايلنا برضه مع في التربية والتعليم مع كل القطاعات يعني في الدولة، ان هو يحافظ على ما هو قائم. يعني مثلا بالاخص لو هو فكرة ان هو يتوجه لفكرة مثلا تحويل المركبات للغاز الطبيعي ويعني ما يتخوفش منها برضه في اطار برضه من الدوله، يعني الدوله بتقول انه في انعكاس هيكون عليك بالايجاب، وبالتالي برضه هيحصل تحسن. ولما يعرف انه هيكون له مردود اقتصادي، يعني حضرتك طبعا تاكد على كلامي، لو في الوقود باستخدام اللي هو الغاز الطبيعي لو حسبها تكلفه هيكون اقل من استخدام البنزين مثلا. فهنا بيكون بالدمج بين المردود الاقتصادي بشكل مباشر للمواطن ويتوجه مثلا لاستخدام تحويل المركبات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين والجاز او الديزل. فليها يعني شتى مناحي، بس لكن بالاساس طبعا في اطار
يعني دور الدولة ودور برضو إذا كان المجالس المحلية يعني. إذا كان طيب أنا عايز أقول حاجة ثاني برضو، إن المجتمع المدني كان ليه دور مهم جدا ومشاركة مهمة جدا في قمة المناخ، وكانت في مبادرة جدا يعني عجباني اللي هي المخلفات الإلكترونية الخطرة. الناس، في ناس عندنا وقد أكون أنا واحد منهم، يعني ما هو دي عادات وثقافات، إن الريموت عندك باص تحتفظ بيه في البيت، والموبايل مش شغال تخليه في البيت، وشاشه باظت تبقى في البيت، والكمبيوتر باظ في البيت، وهو متصور ان هو يعني بتعز عليه وعنده عشره مع هذه الاشياء، فهو مش عايز يضحي بيها او يعني يخلص منها. دي مخلفات الكترونيه خطره. يعني يا ريت كمان نوضحها للناس يا دكتور. طبعا هو لينا هنا في اداره قائمه بذاتها هنا في جيش الجنوبيه، اداره اللي هي المخلفات والتعامل مع المخلفات بالاساس. برضه هي بجانب الدور التوعوي بنشوف برضه لازم يكون اللي هو اللي انت شايف الجزء ده اللي هو مالوش اهميه عندك، لا ده ممكن يكون ليك مصدر دخل برضه في عمليه الريسايكلينج واعاده التدوير. فبالتالي بيكون برضه كتوجه يعني ده بيضر ولا ما بيضروش لما يفضل في البيت؟ في بعض الحاجات اللي ليها ضرر يعني، وليكن مثلا البطاريات الجافه دي احيانا بيكون ليها ضرر طبعا. بطاريات يعني ليها تاثير سلبي كبير جدا، ودي مشكلة يعني برضو يجب علينا ان احنا نتفاعل معها، ودي حاجة سهلة في ايدينا يعني. الريموت باص خلاص اخلص منه ورميه بقى ولا يعني في موروث ثقافي الى حد كبير. يعني يقول لك انا ما احبش افرط في حاجة. طيب دكتور، يعني انا حابب بس يعني ده حضرتك اللقاء الاول ولا كنت ظهرت؟ طيب اللقاء الاول فرصة بقى يعني تعرف حضرتك للناس، كلمنا بقى عن دراستك ومشوارك العلمي نختتم به هذا اللقاء. انا تخرجت من قسم الجيولوجيا كليه العلوم في اسوان، كان ساعتها جامعه جنوب الوادي، و ربنا اكرمني بعد كده حصلت على دبلومه بس في بعيد عن مجال الجيولوجيا، في دبلومه الارشاد السياحي من اسكندريه، جامعه اسكندريه كليه السياحه والفنادق. وبعد كده توجهت للموضوع الدراسات العليا، حصلت على الماجستير في تخصص الجيوكيمياء الرسوبيات من جامعه الازهر قسم الجيولوجيا في القاهره، وربنا امن عليه الحمد لله، وحصلت على درجه الدكتوراه في تخصص الجيوكيمياء من جامعه الازهر في القاهره برضه. والحمد لله حاليا اتشرف بان انا مدير اداره محميه وادي العلاقة الطبيعيه، ويعني في نبذه سريعه برضه استفيد من هذه اللقاء الطيب. يعني محميه وادي العلاقة هي مصنفه محميه محيط حيوي، هي ومحميه ثانيه اسمها محميه العميد من ضمن 193 محميه على مستوى العالم. العميد دي انا شفتها. محميه محيط حيوي، وهي ثالث اكبر محميه من حيث المساحه في مصر، يعني تالي محميه الجلف الكبير بمساحه جبليه 48000 كيلومتر مربع، محميه جبل علا 36000 كيلومتر مربع، ثم محميه وادي العلاقي هنا في اسوان بمساحه اجماليه 23000 كيلومتر مربع، فيها تنوع فريد جدا من النباتات، حوالي 139 سبيشيز او نوع نباتي، حوالي 110 جنس ما بين طيور سواء كانت طيور مقيمة أو طيور مهاجرة، مع مجموعة برضو من الزواحف والثدييات اللي موجودة. ويذكرني هنا برضو مثل يعني من ضمن التغيرات المناخية، احنا كان عندنا فينا سبيشيز أو في جنس اللي هو ستروتي كاميلوس النعام الأفريقي، كان موجود آخر رصد له في عام 1992، ومن ضمن برضو من ضمن تداعيات التغيرات المناخية اختفى هذا الجنس. طبعا إذا كان شيء يؤلمنا على مستوى البيئي، يعني اختفى من البيئة المصرية ونزح إلى أماكن في الجنوب ناحية السودان أو شمال السودان في بيئة مطيرة وفي ظروف مناخية أفضل. من ضمن برضو البرامج اللي احنا نقوم بها برضو تتبع ورصد الغزال المصري الدركس غزال، فبالتالي كل المكونات البيئية دي احنا بالأساس إدارة محمية الوادي العلاقي وفريق العمل من الباحثين الموجودين والحراس البيئيين دورهم الاكثار والحمايه والصون لهذه المقومات من التنوع الاحيائي او التنوع البيولوجي. هايل جدا هايل جدا. صعب الزياره طبعا. هو بالنسبه هنا المحميات اللي موجوده بس هو في اجراءات طبعا، في اجراءات امنيه للزياره كمان طبعا. صحيح مع حرس الحدود طبعا. دكتور محمد سعد مدير محميه وادي العلاقه الطبيعيه باسوان بجهاز شؤون البيئه، اسعدتنا ونورتنا، ونتمنى ما يكونش اللقاء الاخير، نلتقي دائما يعني في مكانك وقناتك. نتشرف الاستاذ نقول لك التخير. ربنا يخليك. سيدات والساده، في الختام اتقدم لحضراتكم بخالص التحيه والتقدير، اشكر ضيف الكريم دكتور محمد سعد مدير محميه وادي العلاقة الطبيعيه باسوان بجهاز شؤون البيئه، والذي اسعدنا بحواره الطازج والجميل
في حديث حول البيئة وقمة المناخ والمكتسبات التي عادت علينا كدولة وكمواطنين أيضا من هذه القمة المهمة التي نتمنى دائما لمصر النجاح في تنظيم كل الفعاليات الدولية، ونتمنى لوطننا دائما الريادة والتقدم والازدهار، ولكل مواطنينا الخير والسعادة بإذن الله. بشكر حضراتكم جميعا على حسن المتابعة، أشكر زملائي الفريق التقني والهندسي وزملائي بغرفة الكنترول، لهم مني كل التحية والتقدير. أشكر أيضا زميلي مصطفى عارف الذي أعد هذا اللقاء من شارع الجنوب لليلة الخميس، والشكر موصول للزميل ياسر منصور مدير التصوير، والإخراج للزميل أحمد العربي. وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أصوان، لكم الحب كله.